الله الله يا بلاد كلها متسجل هذا سبعين هلا بيبعثوا لي ماشي هلا بيقولوا لك سمعنا الشعب المظلوم الشعب الذي يعاني من أشد أنواع الظلم والعنجهيات والعالم كله ينظر ويرى بل يشارك بهذا الظلم هذا الشعب إن شاء الله منتصر بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه من مدرسة الحسين سلام الله عليه والحسين علمنا أن الدم سينتصر على السيف بإذن الله سبحانه وتعالى وما دمنا ننصر دين الله فالله سينصرنا أحيانا أو الحياة بشكل عام العيش في سبيل الله مرات أصعب من الشهادة في سبيل الله ولكن إن شاء الله بالنهاية سيتحقق النصر لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى الصبر نهايته إذا كان في مواجهة الظلم والطغيان إذا كان مع الله سبحانه وتعالى هذا الصبر سيؤدي حتما الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا أن نبقى نصرخ في وجه الظلم ونحن وإياكم إن شاء الله في مدرسة الحسين وبخندق واحد بإذن الله وصبرا جميلا أهل البحرين فإن موعدكم الجنة إن شاء الله والنصر بإذن الله قبل الجنة والله يكون معكم دائما إن شاء الله ونحن وإياكم بخندق واحد ربما جهادكم حسني ونحن جهادنا حسيني ولكن إن شاء الله الحسن والحسين والحسين إمامان إقامة القعدة ونحن إن شاء الله بهذا الخط هو خط واحد خط الانتصار إن شاء الله والعزة والكرامة والسلام على جميع الشعب البحرين المظلوم وإن شاء الله نحن وإياكم عما قريب في نصرة وفي خدمة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليكم شو بدي احط لك الطايفه يا حاج شو بحط لك كثير مناسب شو بحط الطايفه شو بدك تحط الحاج علي ضحاك لسه بدك تحط مدير الجمعيه اذا لقيت الوضع مناسب حط الجمعيه